دخلوا فصول الامتحانات ولا يعلمون هل سيتمكنون من إحراز نتائج تمكنهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، أم أن الحرب التي دفعتهم للنزوح خارج مناطقهم ستدفع بهم خارج المستقبل أيضا. هنا في مديرية القبيطة محافظة لحج يعيش العديد من طلاب المرحلة الثانوية النازحين من مختلف أماكن القتال في تعز قلق الفترة الحرجة والأهم في حياتهم، ولأنها لم تتوفر أجواء دراسية طبيعية بالنسبة لهم قياسا بمن يقطن هذه المديرية من أبنائها، فإن هناك معوقات جمة تحول دون تحصيلهم العلمي. بسبب الأوضاع اللي كانت في تعز انتقلنا إلى هنا إلى قريتنا هنا في القبيطة، أدرس بهذه المدرسة حاليا بعد أن تعودت على مضي تقريبا 11 سنة في ما في. لا يتوقف الأمر بالنسبة لهم عند هاجس خوض الامتحانات فحسب، بل إن هناك صعوبات أخرى تواجههم عند استكمال إجراءات الامتحانات كأرقام الجلوس والمنهج الدراسي. مثل بعض الطلاب الذين نزحوا من محافظات أخرى لا يوجد معهم أرقام جلوس، حاولنا نتواصل مع صنعاء نتواصل حتى أوصل لهم رقم جلوس، وتم تثبيت رقم الجلوس على أوراقهم. هذه بعض الصعوبات، وهناك صعوبات كثيرة جدا، نقل القاعات، زحمة القاعات وازدحام القاعات الطلاب، اضطرينا إلى عمل 2 طلاب في طاولة واحدة، لأن إحنا لا نستطيع أن نعمل كل طالب في طاولة واحدة وكل طالبة في طاولة واحدة، لأن القاعات لا تسع القاعات. بعد فقدانهم سنة دراسية سابقة يظل النازحون في مديرية القبيطة يدفعون ضريبة الحرب من حاضرهم ومستقبلهم أيضاً.